التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر عشاق الأصالة يسير على بركة الله وتوفيقه. شوط جديد وهو شوطنا أيضا العاشر في تعداد أشواط صباحية هذا اليوم الخاص بمنافسة الجعدان. نسير إلى المقدمة ونتابع المقدمة والمركز الأول، وهنا الواعي سعيد بن عتيج بن فتر الرميثي يحتل المقدمة والبداية والمركز الأول، بينما وضاح يتقدم على المركز الثاني ليتضح بشعار عمران بن سلطان بن تريم الاكتيبي بأنه متواجدا في هذا الشوط. بينما نتابع المركز الثالث ونشوفنا ملازم بشعار محمد بن راشد بن كحيد المهيري، بينما نتابع المركز الرابع، وفي المركز الرابع الوصول من قبل لأول فارس سالم بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، بينما في المركز الخامس شعار الناطق الرسمي متواجد على ظهر ذرياف عبد الله بن احمد بن عتيج الرميثي على المركز الخامس في هذا الشوط. هكذا مشاهدينا الاعزاء نتيجتنا وندائنا للخمسه المراكز الاولى المتقدمه التي تسير في ناموس هذا الشوط منذ انطلاقتنا من الثلاثه كيلومترات. عوده من جديد، عوده الى المركز الاول الى البدايه، ووضاح هذا وضاح اللي على المقدمه اللي على المركز الاول، ها هو عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي، ركز يا بن تريم، الجماعه قادمين، الشعارات واصله في هذا الشوط، الله والفارس قادم، الفارس يتقدم بشعار سالم بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، لكن شوف شعار بن قحيد اللي قادم من الزاويه اليمنى يتقدم الان في هذه اللحظه شعار بو راشد، بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع اللي ما يبنى الاطاري الا في هذه اللحظه الحذاف قادم سالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، بينما في المركز الخامس وفي المركز الخامس المستحيل احمد بن خليفه بن عبيد بن حميدان الفلاسي، والشعارات اللي بدات تصل، وصل شعار بن سالمين، وصل شعار بن دبي، غادمين للمعركة، غادمين للتحدي للإثارة القوية، ولكن عودة إلى وضاح الكيل والمتر الأخير يا بن تريم، حرك وضاح وروح إلى السلامات من خلال هذا التواجد ومن خلال السيطرة على البداية. الحذاف غادم، الحذاف غادم، وأهالي رد الشبه حاضرين بقوة من خلال تواجد الحذاف سالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصور، يا سلام. المركز الثالث، المركز الثالث المستحيل احمد بن خليفه بن عبيد بن حميدان، ولكن اهالي زاخر، اهالي زاخر وصلوا، اوصلوا وتقدموا مع هباش مبارك بن محمد بن سالمين العامري، غير غير راعي شاهين على الصدارة، غير على المركز الاول، روح يا بن سالمين، الله 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 على البدايه على المركز الاول هباش مبارك بن محمد بن سالمين العامري، هنا القدوم، هنا المستحيل احمد بن خليفه بن حميدان، المركز الثالث، المركز الثالث بالدبية واصل مع مجده، ام هنا جزيل، يا جزيل العطايا قادم جزيل، عوض بن محمد بن سعيد بالدبية، اللحظات الاخيره، اللحظات الأخيرة، ولكن هباش الله راعي العوايد ما يخلي عوايده، سلام إلى أهالي، أوه الله الله الله، شوف هناك، شوف اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولكن تهانينا لمبارك بن محمد بن سالمين العامري على فوز هباش وانتزاعه لناموس هذا الشوط، بينما وصل في المركز الثاني، المركز الثاني شعار بن حميدان، والمركز الثالث، المركز الثالث عطنا أو نتأكد من هو أيضا المتألق بناموس هذا الشوط، لكن اتضح معي شعار بن سالمين، ونتابع اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام ولحظة الوصول هنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. شعار بن سالمين، نعم هو بطلي هذا الشوط هباش اللي تألق بناموس هذا الشوط، بينما في المركز الثاني وصل فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. المركز الثاني نتابعه هنا 24.
اللي وصل فيه نعم المستحيل احمد بن خليفه بن عبيد بن حميدان الفلاسي. والمركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه ايضا شعار عوض بن محمد بن سعيد بالدبي العفاري. هكذا هي مراكزنا الاولى، عوده الى التوقيت الزمني لكي نعطي لكل حق حقه في هذه التحديات وهذه الانطلاقه. عوده باربع دقائق و29 ثانيه. تهانينا والناموس الى مالك هباش مبارك بن محمد بن سالمين العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز.